No. هذا المشهد أحببت أنا أن أعلق حوله وأستذكر قصة سيدنا يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت. كثير من المشككين شكك في هذه القصة وقال كيف يمكن لشخص أن يدخل في داخل فم حوت ثم يلفظه بكل بساطة بمجرد أنه كان من المسبحين. وسبحان الله، عندما رأينا هذا المشهد فهذا يدل على إمكانية ابتلاع حوت لشخص ثم إخراج هذا الشخص خارج فم الحوت. يعني هذا الأمر نحن اليوم نستطيع أن نشاهده بمقطع فيديو حقيقي. يعني مقطع حقيقي مصور. فإذا في زمن سيدنا يونس عليه السلام عندما قذف به في البحر، ما هي قصة يونس؟ الحقيقة سيدنا يونس من الأنبياء المرسلين الصالحين، أرسله الله إلى مدينة نينوى، فدعا قومه. والرسول أيها الأحبة لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر الله، ليس كما نجد في بعض الكتب المحرفة التي تدعي أن الأنبياء يكذبون ويزنون ويسرقون ويخدعون ويقتلون إلى أهله. انظر معي أخي الحبيب إلى الذنب الذي ارتكبه هذا النبي، وهو ليس بذنب حقيقة. يعني هو دعا قومه وسنوات طويلة وهو يدعوهم ويقنعهم، ولكن للأسف لا أحد يقتنع ولا أحد يستجيب. كل ما فعله أنه ركب في السفينة وذهب عبر البحر. فهذه ليست جريمة بمقاييسنا اليوم، ولكنها مخالفة لأمر الله. يعني النبي لا يجوز أن يفعل أي شيء إلا بأمر الله، كل كلمة ينطق بها بأمر الله، لأنه نبي، يعني أخذ رتبة نبي كريم. فعندما خرج سيدنا يونس وركب في سفينة فهاج بهم البحر. وكان من عادة الناس في ذلك الوقت أن يعتقدوا أن هناك رجلا سيئا بينهم يجب أن يقذف به في البحر لتهدأ العاصفة. سبحان الله. فكل الذنب الذي ارتكبه أنه دعاهم لسنوات طويلة ولم يستجيبوا، فخطر بباله أن يخرج خارج هؤلاء الناس الذين هم لم يلمس لديهم أي استجابة أو أي إيمان. فعندما هاج البحر وهو في السفينة، الاعتقاد السائد في ذلك الوقت كما في التفاسير أنهم يعتقدون أن هناك شخص عليه نحس أو شخص سيء أو شخص يجب أن يقذف به في البحر. و يمكن أيضا، لأنها كلها تفاسير أيها الأحبة، ليس لدينا شيء ثابت، ومن الممكن أيضا بعض الحضارات كانت تعتقد أنهم ينبغي أن يقدموا شخص صالح قربانا لإله البحر ليهدأ، كما في كثير من الحضارات يأتون بشخص بريء أو بطفل ويقدمونه قربانا. على كل حال، مهما كان السبب، الذي يهمنا هو ما ذكره القرآن، أنهم عندما عملوا مثل قرعة، يعني كانوا يوجهون سهامهم، فهذا السهم عندما تأخذه الريح باتجاه شخص معين يكون هذا هو الشخص المطلوب إلقاؤه في الماء.
فكان السهم دائما يتجه باتجاه سيدنا يونس عليه السلام، فكان قدره أن يلقى في البحر، ولكن هل تركه الله عز وجل؟ هل تركه لهؤلاء؟ لا، هو ألقي في البحر ظلما. لذلك هنا قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، غضب من قومه وترك الدعوة وذهب، فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى أن لن نقدر عليه؟ أي لن نبتليه ونختبره، لأن قدر الله على فلان، أي ضيق عليه واختبره، هذا في اللغة العربية أيها الأحبة. فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نختبره، ذهب مغاضبا، وظن سيدنا يونس أن القضية انتهت، ولكن الله عرضه لاختبار ليختبر قوة إيمانه. عندما قذف في البحر كان الحوت بانتظاره ويفتح فمه، والتقمه هذا الحوت، وبلمح البصر سيدنا يونس ماذا فعل في هذه اللحظة؟ هل طلب النجدة من أحد؟ هل قال أغيثوني أو أنقذوني؟ لا، مباشرة توجه إلى الملك سبحانه وتعالى وقال: لا إله إلا أنت. يعني يا رب، في هذا الموقف ليس هناك إله قادر أن ينقذني إلا أنت. وهنا أخي الحبيب، أرجو منك أن تستحضر قصة سيدنا يونس في كل الظروف الصعبة التي تمر بها. عندما تضيق بك الأمور، عندما تعصف بك أمواج الهموم والنقص والحاجة والمشاكل من حولك، مباشرة اعلم أن لك إلها. قل: لا إله إلا أنت. يعني يا رب، لا إله غيرك قادر أن يخلصني من هذا الهم، لا إله غيرك قادر أن يخلصني من هذا الشر، سبحانك إني كنت من الظالمين. فيا رب أنا أنزهك، سبحانك، يعني يا رب أنت تعاليت وتنزهت عن النقص، حاشاك ألا تجيب إنسان يقول: يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بخطئي. مع العلم، في مقاييسنا اليوم سيدنا يونس لم يرتكب فاحشة، ولم يقتل، ولم يؤذي أحدا، ولم يفعل شيء، يعني هو سلوك طبيعي نعتبره اليوم، ولكن في حق الأنبياء اعتبره سيدنا يونس ظلما لنفسه. أي يا رب، أنا عندما تركت الدعوة من غير أن تأذن لي فأنا ظلمت نفسي، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني انظر أخي الحبيب إلى هذا الدعاء الرائع، ما هي النتيجة كانت؟ فنجيناه من الغم، فاستجبنا له. في البداية الاستجابة، لأن هناك قرار إلهي يجب أن يوقع، يجب أن يتخذ، وهو الاستجابة. واستخدم القرآن حرف الفاء، فاستجبنا له، ليدلك على سرعة الاستجابة، لأن الفاء تستخدم للأفعال الخاطفة السريعة. فاستجبنا له بسرعة يعني. ثم قال: ونجيناه من الغم. استخدم حرف الواو لأن نجاة سيدنا يونس كانت يعني وفق مراحل، خرج وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، لأن جسده كان مهترئا، الجلد اهترأ بسبب أنه مكث لفترة في بطن الحوت، الله أعلم كم الفترة، ولكن أنا الذي يهمني أن الله أنقذه بالنتيجة. لذلك هذا الإله قادر أن ينقذني وقادر أن ينقذك من أي مشكلة أو أي هم يحيط بك. لذلك أخي الحبيب، هنا هذا الدعاء يجب أن نتعلمه، ويجب أن نناجي به الله عز وجل كل يوم،
لا تنتظر حتى تغرق في بحر الهموم أو بحر الوساوس، لا تنتظر حتى تحيط بك أمواج من المشاكل وأمواج من القلة والنقص، لا، سارع الآن، الآن هذه اللحظة، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني دعوني أنا أو أنت نقيس أنفسنا وأخطاءنا بالنسبة لسيدنا يونس. نحن منشغلون عن الدعوة، منشغلون عن الله، غرتنا الحياة الدنيا، همومنا كلها تتعلق بالدنيا. من منا يحمل هم الدعوة إلى الله؟ من منا يحمل هم هداية الناس؟ كل واحد يهتم بنفسه فقط. فإذا كان سيدنا يونس اعتبر نفسه من الظالمين لأنه فقط خالف أمر الله في الدعوة، طيب بالله عليك أنت كم حجم الظلم الذي يجب أن تعترف به أمام الله؟ كم حجم التقصير؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والأخ هنا كلكم لآدم وآدم من تراب، أخ في الإيمان وأخ في الأبوة وأخ في الإنسانية، يجب أن تحب الخير لكل الناس كما تحبه لنفسك. طيب من منا يطبق هذا الحديث اليوم؟ من منا لا يسارع ويلهث ليغتنم الخير على حساب الآخرين؟ كم إنسان جائع من حولك وأنت لا تكترث به؟ إذن نحن أيها الأحبة يجب أن نعترف بظلمنا وكل يوم وفي كل لحظة، ونقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني خلاصة هذا اللقاء أحبتي في الله أن الله قادر على كل شيء، أن القرآن كتاب منطقي ليس فيه خرافات وأساطير كما يدعي الملحدون، والمشهد الذي شاهده العالم دليل على أن الحوت قادر أو من الممكن أن يبتلع إنسان ثم يخرجه، وهذا الأمر يدل على أن القرآن كتاب منطقي ليس فيه أساطير أو خرافات أو قصص خرافية أو غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.